أهلا بكم في مال وأعمال. أنا دينا سالم، ضيفي الليلة سامح سليمان، رئيس قطاع التعاون الدولي بهيئة البريد ومرشح مصر لمنصب أمين عام الاتحاد الإفريقي للبريد، وسنتحدث معه عن أهمية التحول الرقمي في إحداث تغيير جذري في عمل المؤسسات البريدية. أيضا نلتقي الليلة أشرف نجيب، الرئيس التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصرية الآسيوية، للحديث عن تكلفة خفض الانبعاثات الكربونية في الاقتصادات الناشئة والنامية. وافق مجلس الوزراء على قرارات صندوق تنمية الصادرات، والتي جاء على رأسها مشروع البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتبارا من شحنة الأول من يوليو المقبل، ويستمر لمدة 3 سنوات. تضمنت القرارات تعميق الصناعة عبر تعزيز القيمة المضافة وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي، إلى جانب ما يتعلق بتعزيز النفاذ لإفريقيا والأسواق المستهدفة، فضلا عن النسب الخاصة بمساندة النقل والمشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة مصطفى مدبولي على إسناد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع سكك حديد مصر العاشر من رمضان، القطار الكهربائي عدلي منصور مدينة العاشر من رمضان العاصمة الإدارية الجديدة لشركة أفريك انترناشنال الصينية. كما اعتمد مجلس الوزراء طلب محافظة القاهرة والجهاز التنفيذي لسوق العبور التصرف بالبيع في عدد 59 ملحقا من الملاحق الخاصة بعنابر الخضار والفاكهة بسوق العبور لوضع اليد عليها ملاك المحلات المجاورة لها. توقع وزير المالية دكتور محمد معيط ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 15% خلال العام المالي الحالي دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة. وقال الوزير خلال ندوة عقدت مع المستثمرين الكوريين العاملين في مصر إن مصر من أوائل الدول التي نجحت في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي انضمت إليها أكثر من 1300 شركة، رفعت أكثر من 13 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن. تسلمت وزارة البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة اليوم التقرير النهائي لدراسة جدوى إنشاء مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر وتصديره إلى أوروبا. أعد التقرير من قبل تحالف بلجيكي في إطار اتفاق التعاون الموقع في مارس الماضي بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركة أبو قير لإدارة وإنشاء الموانئ. يأتي المشروع في ضوء اهتمام الحكومة المصرية المتزايد بمشروعات الطاقات المتجددة والنظيفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030. أعلنت وزارة التعاون الدولي تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي الموقعة مع الجانب الفرنسي خلال الأسبوع الجاري. وقالت الوزارة إن الحزمة التمويلية الجديدة تبلغ قيمتها 1,760,000,000 يورو، تنقسم بواقع 776,000,000 يورو من الخزانة الفرنسية و 990,000,000 يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية. وأضافت الوزارة أن الحزمة تأتي في إطار توضيط أواصر الصداقة والتعاون بين مصر وفرنسا وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية. اتفقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع مجلس الأعمال المصري السعودي على إطلاق آلية للتواصل بين الهيئة والمجلس للعمل على رعاية مستثمري الجانبين، فضلاً عن تكثيف اللقاءات الدورية مع أهم الشركات السعودية المهتمة بالاستثمار في مصر.
كما اتفق الطرفان على تفعيل وتيرة التعاون من خلال تنظيم مزيد من الفعاليات الترويجية المشتركة وتعزيز التعاون مع برنامج ريادة الشركات الوطنية السعودية الذي يستهدف مساعدة الشركات السعودية على توسيع أعمالها بالخارج. نتابع معكم الآن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري. وفيما يتعلق بأداء البورصة المصرية، تراجع مؤشر EGX 30 ب20% وأغلق عند مستوى 9880 نقطة. تراجع أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان ب13%. هبوط أيضا في EGX 100 ب20%. دعا مصرف لبنان المركزي حكومة تصريف الأعمال لإقرار خطة لترشيد الدعم حتى تتسنى مساعدة الأشخاص الأشد احتياجاً، وقال إنه لن يستخدم الاحتياطات الإلزامية لتمويل الدعم. كما قال البنك في بيان إنه تم دفع ما يقتدي إلى المصارف لتلبية الاعتمادات الخاصة باستيراد الوقود بعد نقص تسبب في اصطفاف طوابير طويلة في محطات الوقود في أنحاء لبنان. نتحول إلى أداء البورصات الخليجية. صعود اليوم في السوق السعودية ب20% ليغلق عند 10856 نقطة وبتداولات بلغت 8 مليارات و800 مليون ريال. صعود أيضا في بورصة الكويت مقابل تراجع في دبي بأكثر من 1% وهبوط أيضا في أبوظبي ب0.25%. شهدت مسقط ارتفاعا بأكثر من 0.5% والبحرين تتجه للهبوط هامشيا. هبطت مخزونات النفط بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 7,400,000 برميل، وكانت أغلب توقعات المحللين تشير إلى تراجع مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 2,100,000 برميل خلال الفترة. نتوقف الآن مع فاصل قصير، نلتقي بعده سامح سليمان رئيس قطاع التعاون الدولي بهيئة البريد لنتحدث عن أهمية التحول الرقمي في تطوير عمل المؤسسات البريدية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. التحول الرقمي أصبح واقعا معاشا، الأمر الذي يحتم على المؤسسات البريدية سرعة التحرك لامتلاك أدوات التحول الرقمي لمواكبة التطور الهائل في الخدمات البريدية في دول الشرق الأوسط وإفريقيا. حول هذا الموضوع ينضم إلينا على الهواء مباشرة الأستاذ سامح سليمان رئيس قطاع التعاون الدولي بهيئة البريد المصري، وهو أيضا مرشح مصر لمنصب أمين عام للاتحاد الإفريقي الشامل. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ سامح، ولنبدأ برؤيتكم لمستقبل التجارة الإلكترونية في إفريقيا، وكيف يمكن للاتحاد برئاسته المصرية الجديدة تسهيل حركة التجارة الإلكترونية في إفريقيا. أهلا وسهلا بحضرتك، وشرفني أن أنا أكون معك على الهواء. التجارة الإلكترونية هي الملاذ المتاح للخدمات البريدية التقليدية لكي تستطيع أن تجد مكانا في ساحة متسارعة
نحو خدمات استراتيجية أكثر سرعة وأكثر تطوراً وأكثر قدرة على نقل الأدوات. لم يعد هناك بريداً عادياً وخطاباً وطرداً مسجلاً كما كان الأمر من قبل، ولكن هناك وسائل كثيرة جداً بتستطيع أن تقدم هذه الخدمات، ولكن بشكل أكثر يسراً وسهولة وفيما يسمى بلمح البصر. من هنا كانت التجارة الإلكترونية وسيلة لاستخدام تلك الأدوات التي تقدمها التكنولوجيا لتفعيل خدماتنا التقليدية، بحيث تتحول الخدمات التقليدية إلى عنصر مساعد ومكمل لعملية الشراء المباشر عبر الأثير وعبر قنوات الإنترنت المتعددة. البريد المصري لديه ما يسمى بالإمكانيات الجيوغرافية، فلدينا كل أبعاد ما يسمى بإمكانية الربط ما بين القارات والنقاط. وضعنا الجغرافي وضع متميز جدا، خدماتنا البريدية خدمات عالية جدا، منافذنا الجوية والبحرية قادرة على استيعاب أضعاف أضعاف ما هو جاري الآن. فكرة وجود ما يسمى بالنقاط أو المقاطب، نقطة التواصل التي تتجمع فيها البضائع الإلكترونية، البضائع العادية المشتراة عبر الأسواق الإلكترونية بحيث يعاد توزيعها للإدارات الأفريقية، فكرة مطروحة منذ فترة، والبريد المصري يلعب فيها دور كبير جدا، ولدينا بالفعل عدد من الاتفاقات التي تمت مع إدارات أفريقية كثيرة لتفعيل ما يسمى بمركز التجميع اللوجستي بمطار القاهرة، وهو فعلا تم تفعيل هذا مع خدمات مع منصات تجارة إلكترونية مثل أمازون وغيرها. منظورنا في رئاسة الاتحاد الأفريقي إن شاء الله في المرحلة القادمة هو أن يتحول هذا الدور من دور وطني تقوم به مصر من منطلقات وطنية وإحساس بالريادة الأفريقية، وهو دور واجب عليها، لكي يكون الاتحاد الأفريقي المنصة الإقليمية لتقديم تلك الخدمات. وطبعا دوت بدعم كامل من الحكومة المصرية ووزارة الاتصالات والوزارات المعنية في جمهورية مصر العربية. نحن نسعى لأن تكون الاتحاد البريد الأفريقي منصة تجميع الخدمات. أكيد طبعا البريد المصري له باع طويل في الخدمات البريدية وأيضا في التحول الرقمي. لنذهب للمسألة التي ذكرتها في البرنامج الانتخابي، أنه وما أتيت على ذكره الآن، أنه مصر تطلع بربط جسور التعاون بين القارة ومنطقتي البحر المتوسط وأيضا العالم العربي، بحيث تتكون جبهة متوافقة المصالح ومحددة الرؤية. نريد توضيح أكثر لهذه النقطة في برنامجك الانتخابي. مصر عضو مؤسس في كل التجمعات الإقليمية التي تنتمي إليها، فمصر مؤسسة لمنظمة التعاون من أجل المتوسطي التي نتج عنها ما يسمى بالاتحاد البريد المتوسطي. مشروع الشراكة من أجل المتوسطي مشروع من مطلع العشرينات للألفينات، تحول وتبلور بريديا على مستوى الوضع البريدي الحالي للاتحاد، يجمع ما بين شمال المتوسط وجنوب المتوسط لخلق شراكة من شأنها تفعيل الخدمات وتبادل الخبرات والرؤى. مصر حاليا عضو مجلس إدارة في مجلس إدارة الاتحاد المتوسطي، ويمثلها السيد الأستاذ الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس الإدارة، وتلعب دور هام جدا في عملية تبادل الخبرات ما بين شمال وجنوب المتوسط. ونفس الوقت مصر دولة مؤسسة وحاضنة للجامعة العربية التي لديها ما يسمى باللجنة العربية الدائمة للبريد التي اجتمعت مؤخرا في شرم الشيخ، وهي الجهة والكيان العربي الممثل لمجموعة العرب بريدية. من هنا نحن كمؤسسون في الاتحاد البريدي الأفريقي والاتحاد المتوسطي واللجنة العربية نستطيع إن تبوأنا مثل هذا المنصب كأمين عام للاتحاد البريد الأفريقي الشامل، أن نربط جسور هذا التعاون ونجمع ما يسمى بالرؤى المشتركة لتحقيق المصالح التي تجمع شعوب كافة تلك التجمعات. إيجاد مثل هذه الجبهة هام جدا في مرحلة التحديات التي واجهها صناعة البريد بشكل عام، سواء من الناقلين الخواص بما لديهم من إمكانيات تجارية واسعة،
تنافس وتضاهي وتفوق الإدارات البريدية التي يجب أن تتكتل لتكوين خطة عمل وطريقة عمل تواجه بها هذا التحدي، إلى جانب الخدمات الحديثة التي استحوذت على جزء كبير من الحصة السوقية للبريد التقليدي. طيب لنختتم بهذه النقطة، طبعا تابعنا مركز التدريب البريدي الإقليمي بمبنى البريد المصري بالمعادي، هو معتمد رسميا من الاتحاد البريدي العالمي كمركز تدريب مخصص لكل العاملين بهذا القطاع في القارة الإفريقية. ما الرسالة التي تحملونها لإفريقيا عبر هذا المشروع العملاق؟ الرسالة التي حملتها مصر دائما تجاه أفريقيا، نحن الأخت الكبرى، مصر الأخت القانية والحانية والتي تضم الجميع. لدينا إمكانيات عالية جدا بخدمات متميزة جدا بعراقة وتاريخ وحداثة في الخدمات، نود أن ننقل تلك المعلومات وتلك الخبرات وتلك المعرفة، وليس هناك أفضل من التدريب والاستثمار في العنصر البريدي الأفريقي العامل في المجال لكي نستطيع أن ننقل هذه الخبرات. نقل المعرفة الجزء الأكبر من تطوير الخدمات في الإدارات البريدية. الاتحاد البريدي الأفريقي الشامل والاتحاد البريدي العالمي استحوذوا على هذا المركز لإمكانياته العالية جدا ليكون الممثل لهم في القارة. منذ عام 2017 قمنا بتدريب ما يقارب 1500 متدرب بتكلفة كاملة بالتعاون ما بين مصر وما بين الاتحاد البريدي العالمي، ودون أن نكلف متدربا واحدا قيمة حتى انتقاله. نحن لدينا رسالة حب، رسالة تعاون، رسالة إخاء لكل أفريقيا نحملها تدريبيا، باعتبار أن تلك أفضل وسيلة للارتقاء بالخدمات في أي مجال وخصوصا البريد. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ سامح سليمان، رئيس قطاع التعاون الدولي بهيئة البريد المصري ومرشح مصر لمنصب أمين عام الاتحاد الإفريقي الشامل، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا هكذا نصل لنهاية مال وأعمال، أشكركم جزيلا على المتابعة، ودائما نلتقي على كل خير.